مشاهدينا، ضيف الرابع لهذا اليوم ينضم معنا الخبير القانوني والسياسي الدكتور محمد السامرائي. مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. نتحدث بداية عن طلب رئيس الوزراء بسحب بعثة الأمم المتحدة، وهذا الطلب هو رسمي وتم تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. نتحدث بداية، هل سيكون ملزما لمجلس الأمن؟ تحية لكم والمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال نتكلم عن دور المنظمة الأممية في العراق، المنظمة المتحدة وفقا لأحكام ميثاقها قد خول هذا الميثاق. مجلس الأمن استعمال صلاحيات واسعة في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين. يعني هذه هي بداية مقدمة حتى نكون واضحة للمشاهد الكريم ما هو دور بعثة الأمم المتحدة. يعني عادة تعمل بعثات الأمم المتحدة في دول العالم، أما بناء على طلب نفس الدول عندما تكون بحاجة إلى مساعدة في الإطار السياسي، في الإطار الديمقراطي، في الإطار الأمني، في الإطار الخدمي وما إلى ذلك، أي الدول التي تبحث عن استقرار. العراق يعني بعثة الأمم المتحدة أرسلت إليه في عام 2003 بموجب قرار من مجلس الأمن صدر في آب عام 2003. هذا القرار كان مستند إلى صلاحيات مجلس الأمن الواردة في أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمعلوم أن هذا الفصل هو يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، أي بمعنى أن مجلس الأمن هو من قرر إرسال هذه البعثة وكلفها بواجبات قانونية، بواجبات دولية بموجب أحكام الميثاق، أنه ترعى عملية التحول الديمقراطي على اعتبار أنه العراق كان دولة محتلة في عام 2003 من قبل القوات الأمريكية. بالتالي الدول عندما تتعرض للاحتلال، عندما تكون فاقدة للسيادة، هي تكون بحاجة إلى مساعدة أممية. من خلال هذه المساعدة التأى مجلس الأمن في وقتها أن تكون من خلال بعثة الأمم المتحدة وكلفها بواجبات. لاحظي حضرتك تتكلم عن شهر آب 2003. هذه البعثة بعد مرور 21 عام يبدو من خلال رسالة الأمين العام للأمم المتحدة ومن خلال حتى التقارير الأخيرة اللي قدمتها بلاسخابت هي الممثلة الأمين العام في العراق، على ما يبدو أنه هذه البعثة قد فشلت في أداء أعمالها طيلة السنوات العشرين أو الواحد والعشرين الماضية. وإلا بماذا يفسر أنه بعثة أممية طوال عقدين من الزمن وهي مكلفة بقرار من مجلس الأمن الدولي وتقول أنه العراق بحاجة إلى استمرار هذه البعثة واستمرار عملها؟ إذن هنالك فشل، إذن هنالك خلل في آليات وتنفيذ واجبات هذه البعثة في العراق. العراق باعتبار دولة ذات سيادة، العراق دولة مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة من الأعضاء الرئيسيين والأساسيين لقرار الميثاق منذ عام 1945 تبحث عن سيادتها. الحكومة العراقية عندما أرسلت الرسالة إلى الأمين العام، طبعا دور الأمين العام هو يعني حلقة وصل، هو سكرتير عام الأمم المتحدة، يوصلها وجهة نظر الدول إلى مجلس الأمن. القرار لدى مجلس الأمن ليس لدى الأمين العام. العراق أوصل هذه الرسالة أن العراق ليس بحاجة إلى بعثة الأمم المتحدة، وأن هناك تحول ديمقراطي قد حصل، وهنالك العقبات التي ربما كانت باعتقاد مجلس الأمن كانت موجودة في عام 2003 قد زالت. بالتالي نحن لسنا بحاجة إلى هذه البعثة. هنالك معطيات كثيرة. شوفي حضرتك، يعني الطلب إنهاء عمل البعثة الأمم المتحدة، وهذا أول حكومة عراقية تطلب هذا الطلب، سواء كان هذا الطلب الآن أم في السنة الماضية، إذن هي في حكومة السوداني. في الحكومات السابقة ما عزز استمرار عمل البعثات أن هنالك رغبة حكومية في تلك الحكومات، بالإضافة إلى رغبة الكتل السياسية نفسها أنه تبقى ممثلية الأمم المتحدة بحجم أعمالها، بحجم موظفيها، بحجم نفقاتها للتغطية وإعطاء نوع من المشروعية للعملية السياسية عندما كانت الدولة معرضة لأخطار يعني البعد الطائفي، موضوع العمليات طيب. الأمنية، موضوع داعش وما إلى يعني ذلك. اليوم نعم. سيد سمر رأي، لا يحتاج وضحت الصورة. أنت قلت أن الوضع لا، يعني الحكومة العراقية قالت أنه لا تحتاج لوجود هذه البعثة. أيضا الأمين العام للأمم المتحدة قال أنه لن نقدم شيء في العراق حتى لو بقينا للأبد. لكن سؤالي أنه هذا الطلب الرسمي هل سيكون ملزم للمجلس الأمن؟
لا بالتأكيد، يعني هو طلب، الطلب لا يكون ملزم بطبيعة الحال. مجلس الأمن عندما يقرر لا يتراجع عن هذا القرار إلا بقناعته، واليوم نتكلم عن قناعة الدول الخمس الكبار الدامة العضوية في مجلس الأمن، هي من تقرر أنه هل أنه الوضع في العراق لا يحتاج إلى مساعدة دولية، لا يحتاج إلى يعني نوع من التدخل الأممي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وما يتعلق بإرساء دعائم الديمقراطية وايضا موضوع الدستور وما الى ذلك. اذا الحكومه العراقيه هي طلبت، لكن من يصدر القرار هو مجلس الامن، طيب في حال رفض مجلس لان ارسال الأمن، البعثه كان بقرار مجلس الامن. جيد، في حال رفض مجلس الأمن خروج هذه البعثة قانونيا، نتحدث خيارات العراق. ليس امام العراق سوى ان يحاول ان يوصل رسائل اطمئنان لمجلس الامن، للاعضاء الخمسه الكبار الدائمين العضويه، انه الوضع لا يحتاج الى وجود بعثه امميه بهذا الحجم بهذه الواجبات، وهذا هو الدور الدبلوماسيه العراقيه، عليها ان تثبت وجهه نظر الدوله العراقيه انه لا حاجه لهذه المساعده الامميه، والعراق قد خرج من احكام الفصل السابق، وان كان وما زال هنالك متعلقات فيما يتعلق باحكام الفصل السادس، لكن العراق اليوم لا يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليه، بالتالي على مجلس الامن ان ينهي القرارات التي سبق وان اتخذها استنادا الى احكام الفصل السابق. اذا الكره في ملعب الحكومه العراقيه، الدوله العراقيه عليها ان ترسل رسائل اطمئنان للمجتمع الدولي، اضافه الى انه موضوع حتى موضوع طلب الانهاء، يعني انا اعتقد وجهه نظري كقانوني واختصاص في القانون الدولي انه التعامل مع الامم المتحده لا يكون بهذه الحديه انه عليكم ان تنهوا، لا، انا اعتقد انه عليهم ان يقنع العراق من خلال الدبلوماسيه، ان يقنع الامم المتحده، يقنع مجلس الامن انه هذه البعثه بواجباتها بشخوصها بهيكلها الاداري بتعاملها مع الملف العراقي قد فشلت، اما ان تعيدوا هيكله هذه البعثه، تغيروا من طبيعه الواجبات المكلفه بها، تغيروا من شخوصها، تغيروا من وجهه نظركم نعم، بناء على وهنا هذه السؤال، المعطيات، هل لان العراق 20 سنه قد اثبتت فعليا، فشلها. يعني انت تعلم دكتور محمد اهميه بعثه الامم المتحده، وجودها ليس في العراق فقط، بكل الدول، لكن أسألك إنه هل نحن بالعراق نحتاج إلى إنهاء عمل وجود هذه البعثة أم لا، تغيير شخوصها، خصوصا إنه ممثلة الأمم المتحدة يعني لديها الكثير من علامات الاستفهام عليها؟ شوفي حضرتك، يعني انا اعتقد انه في العمل في الجانبين، وهنالك شكوك وهنالك اخبار وصلت الى حتى الى المنظمه الامميه ان هنالك عمليات فساد من قبل ممثليه الامم المتحده في العراق، هذا هم بشر ويتعرضوا الى موضوع افساد وفساد، ولذلك حتى اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد في عام 2003 قد نصت صراحه على موضوع فساد موظفي الامم المتحده، ويجب ان يكونوا خاضعين لاحكام القانون الدولي واحكام القانون الوطني في مكافحة الفساد، الفساد ليس مستبعد، والدليل شوف حضرتك، يعني هنا ربما يعني رب سائل يسأل هذه العشرين سنة هل استفادت موظفي الأمم المتحدة من الوضع في العراق؟ نعم، هنالك أخبار، حتى هنالك مقاولات، هنالك تدخل في موضوع الإفساد والفساد مقابل التغطية على أخطاء ربما أحزاب، أخطاء كتل سياسية، ربما رفع تقارير معينة ربما لاستمرار الوقت على اعتبارهم دبلوماسيون يعملون في العراق. وتعرفين حضرتك أنه رواتب ممثلات الأمم المتحدة في الدول الخطرة، والعراق يصنف من الدول الخطرة، رواتبهم أعلى من غيرهم في بقية الدول، هنالك استفادة، هنالك تخادم ربما ما بين السياسيين، بعض السياسيين هنالك ربما قدمت لهم خدمات كثيرة هذه البعثة طوال السنوات الماضية من خلال التقارير التي قدمتها وحاولت ان تطيل من امد الوضع، وان الوضع يبشر بخير، وعندما تقترب من نهايه مده التكليف الاممي ترفع تقرير ان لا، ان العراق بحاجه الى استمرار عمل المنظمه الدوليه. اذا يجب ان يكون هنالك اعاده نظر بناء على طلب الحكومه العراقيه، اعاده نظر في عمل هذه البعثه، في شخوصها، في واجباتها، وان تكون تحت النظر ومراقبه من قبل مجلس الامن بالذات، او من قبل الامين العام للامم المتحده، ويرفع تقارير الى مجلس الامن، يجب ان يصل نتيجه، اما الانهاء بشكل مباشر وربما حتى مع عدم وجود قناعه على مجلس الامن، انا اعتقد انه هذا الامر سوف لن ينفذ الا بقناعه تامه من مجلس الامن، ويجب اقناعهم
بفشل هذه البعثة، طيب يجب إقناعهم دكتور بأن محمد، مهام هذه البعثة قد فشلت. استثمر وجودك ايضا، يعني هناك تصريح من قبل رئيس هيئة اركان الجيش الامريكي السابق اقر بأن الولايات المتحدة الامريكية قتلت الكثير من العراقيين، هل نستطيع ان نرفع دعوى او ان نطالب بتعويض من الولايات المتحدة الامريكية والى من تقدم؟ لا بالتأكيد، يعني القوات الأمريكية قوات احتلال، يعني هو قد وفرت الحصانة القانونية والحصانة الدبلوماسية لأعضاء الجيش الأمريكي وحتى منتسبي الشركاتهم التي كانت تعمل في العراق، وتم وضع غطاء قانوني من خلال القانون الأمريكي وحتى بقرار مجلس الأمن، على اعتبار أنه هذه يعني بتعامل مع دولة احتلال، وقرارات مجلس الأمن في وقتها أنه منعت أنه خضوع أفراد القوات الدولية للمساءلة، والطامة الكبرى أنه الاتفاقية الأمنية وحتى اتفاقية الإطار الاستراتيجي قد أكدت على هذا الموضوع، وأن القوات الأمريكية المحتلة الغازية التي دمرت البلد ودمرت مستقبل الدولة العراقية وانتهكت الحرمات وقتلت ما قتلت هي بحصانة قانونية، وهذا الموضوع أمر ليس مستبعد من الولايات المتحدة الأمريكية عند مشاركتها في كثير من القضايا الدولية في أنحاء العالم المختلفة، هي تشترط ابتداء أنه عدم خضوع رعاياها المشاركين في القوات القتالية أو في المؤسسات الخدمية الأخرى للمساءلة الدولية، لا نقول فقط أمام القانون الأمريكي ولا حتى أمام القانون العراقي، بل هي توفر لهم الحصانة حتى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، باعتبار انه هي الغطرسه الامريكيه عندما تسيطر على قرارات المجتمع الدولي وهي متنفذه وصاحبه نفوذ حتى في موضوع القرارات اللي تصدر من مجلس الامن، والجميع يعلم انه احتلال العراق ولم يكن بتفويض او غطاء قانوني دولي، بل كان بقرار منفرد من الولايات المتحده الامريكيه والدول المتحالفه معها، وهي دوله احتلال باقرارها وفقا لاحكام القانون الدولي، ووفرت الحماية القانونية لرعاياها نعم. لمقاتليها لجيشها لميليشياتها التابعة لها من الخضوع للمساءلة القانونية. انضم معنا الدكتور محمد السامرائي الخبير القانوني، شكرا لانضمامك معنا.